لم يعد التسول في الشوارع وإثارة عواطف الناس هو الطريقة الوحيدة لكسب المال دون تعب، فقد باتت مواقع التواصل الاجتماعي منصة للتسول الإلكتروني من خلال الحسابات الوهمية التي تثير مشاعر الناس من أجل الحصول على أموالهم. لكن في الفترة الأخيرة بدأنا ندقق بشكل كبير، لما تجينا حالة لامرأة تقول أنه زوجي معوق ونحن حالتنا كذا وقاعدين بهيكل وتعالوا شوفونا وحالتنا، ولما نروح نشوف تماما الموضوع مختلف تماما عن ما أنه حكتها المرأة لنا، فبالتالي هذا الأمر نصب واحتيال حقيقي. لابد من تفعيل الدولة الرقابي لمراقبة هذه الظاهرة والتقليل منها، لأن الموضوع أصبح بشكل عام هو نصب واحتيال. هنا في الموصل انتهز ضعاف النفوس ظروف الحرب من أجل تأليف قصص يتاجرون بها للحصول على الأموال والمساعدات، منها أنا زوجة شهيد ومحتاجة، وأخرى لدي طفل مصاب، وغيرها تتحدث عن أمراض وعمليات جراحية، كلها أساليب ضيعت الحقيقة خلال الفترة الماضية، وبات من يريد فعل الخير لا يعلم لمن يقدمه. والله أنا أكثر من حالة صادفتني، يعني امرأة تقول أنا من المنطقة القديمة وأنا أحتاج إلى مساعدة، يعني حبيت أتواصل معها أنه نساعدها، عنوانها ما تقبل تنطيه، تقول إذا تريد تساعدني تبعث لي كارتات رصيد. لأنه الناس اللي أضيع حق ناس مواطن آخر محتاج، هو هذا ده ينصب على العالم يبكي وكذا ويطلع نفسه ومقطوع، بس هو ده ينصب على العالم. ومع انتشار هذه الظاهرة في الآونة الأخيرة بصورة ملحوظة، جاءت المطالبات بفرض رقابة على مثل هذه الحالات ومحاسبة من يقف خلفها، فهي نصب واحتيال من نوع آخر في العالم الافتراضي، وانعكست نتائجه على الواقع بصورة أو بأخرى. من الموصل، محمود الجماس، قناة التغيير.